القضاة الأفاضل. موعد جلسة اليوم هو موعد سيخلده التاريخ. ما كل يوم نترافع أمام هذه الهيئة الموقرة، أعلى هيئة قضائية إدارية في بلادنا. جئنا إلى محكمتكم الموقرة ونحن طاعنون في قرار أو في حكم ابتدائي صادر عن دائرة استئنافية، أوصلنا إليها قرار صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قاضي برفض ترشح المنوب للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024. يا زرايس، خممنا فيكم، خممنا في الهيئة الموقرة، وخممنا في الأجال القصيرة من باب التزايد ولزوم ما لا يلزم. أضفنا مع المؤيدات 5 فلاش ديسك فيه العريضة والإعلام بها وفي صيغة قابلة للمعالجة. علاش نقول هذا؟ مش من قبيل المن، ما نمنوش عليكم يا رئيس، احنا نحكوا ننجحوا ملفنا. نقول هذا علاش؟ لأنه في المقابل جاوبنا الهيئة الموقرة قالت طعنكم مرفوض شكلا، قالت طعنكم مرفوض شكلا. هنا يقولوا بالتونسي الدق ولا في الدربال، شو معناها طعن مرفوع شكل مرفوض شكل؟ نقولها لا يا هيئة، للأسف قراءتك للفصل 47 غلط، قراءة خاطئة، وما يغلطهاش طالب سنة أولى حقوق. تزكيات، أشبيها التزكيات، أشبيها، قال تزكياتك يا سي المنظر ناقصة، هاي العيوب اللي فيها. وجبت لنا عيوب ما أنزل الله بها من سلطان، لم ترد بالنص، لم ترد بالنص. الهيئة يا زدرايس مئات التزكيات نحاتهم للمنوب، علاش؟ ما فيهمش تاريخ إصدار بطاقة التعريف، ما فيهمش ذكر اسم الأم. شو هذا؟ أشنو هذا؟ من أنت يا هيئة؟ من أنت؟ الهيئة يا زدرايس راهي ولات في وضع، سامحوني في العبارة مع الاحترام اللازم لكل أعضائها، العزر أقوى من سيده، ولا عربي وعطاه البيع حصان. شو هذا؟ العليا المستقلة للانتخابات جاوزت حدود اختصاصها، وذا تمسكنا به يا رئيس، على خاطر المنذر الزنايدي، أبدا، على خاطر بلادنا، على خاطر دولة القانون التي نصب إليها، على خاطر المجتمع الديمقراطي التعددي، على خاطر الحرية، الحرية اللي ماتوا من أجلها شهداء هذا الوطن قبل الاستقلال وحتى بعده. هذا يا رئيس خور قانوني. طب ربي يصير في بلاد يا رئيس قانون انتخابي 2014 يتعدل 2017 يتعدل 2019 يتعدل 2022 يتعدل 2023. شوفوا الحيز الزمني، يعني ما نحبش نستعمل العبارة، يعني ثم نوع من الاستهتار بالنصوص التشريعية. المرسوم عدد 22 اصدر بناء على الأمر 117. خليني نذكر يا رئيس اللي وديما في إطار الدستوري اللي اليوم انتم برك بإمكانكم تسليط رقابة، معناش محكمة دستورية، شكون غيركم؟ هيئة قضائية عليا وقت تتاح لها الشروط أنها تراقب الدستورية. ما أسند للمشرع تسطو عليها هيئة انتخابات معينة من قبل شخص هو ذاته مرشح للانتخابات الرئاسية. ما يلزمهاش تسطو، علاش قلت سطو؟ سي اون اوزورباسيون دو كومبيتونس، سطو على اختصاص المشرع. اش يقول الدستور؟ مساج الدستور الذي خطه الرئيس قيس سعيد بيده وعرضه على الاستفتاء. اش يقول الدستور يا رئيس؟ يقول فصل 134، تتمتع الهيئه المستقله للانتخابات بالسلطه الترتيبيه في مجال اختصاصها. بيان سور تتمتع بالسلطه الترتيبيه في مجال اختصاصها. اقاو يعني كي تقول عندي ولايه عامه قولوا راك غلطه، ماهيش ولايه عامه، ماهيش ولايه عامه بمعنى شامله لكل ما يتعلق بالانتخابات ابدا. ولايتك العامه في الاداره والاشراف، مش في زياده الشروط والتعقيدات والاجراءات امام حق دستوري هو حق الترشح. شفتوا الهيئه يا رئيس؟ انا شبهتها والله في مخيلتي. القرار عدد 544 اللي هو القرار الترتيبي، هذا سميته أنا
السلاح الرشاش. الفوسي ميتخيار. وقرار رفض الترشح حاجاكم هو الرصاصة. هذه الرصاصة اللي أعدمت ترشح المنوب. الرصاصة هي اللي احنا طلبنا نزحة من قبل القاضي الإداري. القاضي الإداري باش يدخل انطنك ميدسان اورجنتيست. الدم يجري نحن. ولكن طلبنا منه زاد الفوسي ميتخيار. كيلو نتخليز ينحيه من يد الهيئة ينحيك الفوزي من هذا راهو باش يصلح السنة وباش يصلح عام 2029 هات وربما يزيدوا فيه كان خليوها تتمادى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات راي يجي نهار ماش نلقاو شكون يترشح والغم والغبينة وين أنه من بين المترشحين الرئيس المباشر الرئيس المباشر يعمل المراسيم يدعو للانتخابات لو كان الدنيا دنيا يا رئيس في بلادنا ناقصين الذكاء احنا كل شخص انتخب رئيسا للجمهورية الدستور يلزم ينص على انه اذا قرر تجديد الترشح يستقيل قبل 6 شهور يستقيل يا سيدي قبل 3 شهور ويحل محله رئيس المجلس النيابي لو واحد اعطوه بطاقة 3 سبحان الله شو معناه وزارة الداخلية ما تعطيش بطاقة 3 كي حق هذا حقي كان فيها وسخ عطيها لمسخة كان ينظيف عطيها لنظيفة علاش تحرمني تتزلف وكان نشدوا الرئيس قيس سعيد ونسألوه نقولوا يا اخي انت يرضيك هذا تقولك لا ما يرضينيش اعطي البطاقات للناس ما نعرفش اعطاه تعليمات ما اعطاش لو كان محله اي حد اخر وزير الداخلية يا معالي الوزير يا سيد الوزير ما هذا حب انتخابات شفافة نزيهة اعطي بطاقات 3 للناس واللي فيها سوابق حق يز رئيس راهي بلادنا يز رئيس راهي كل بلاد يخدموها رجالها ونقول رجالها ونساها راهو القضاء انا نبكي على القضاء نبكي يز رئيس نبكي حقيقة ما تلقاش ناس في السجن مظلومة نعرفوه كانوا معانا بحذانا زملانا محامين رجال سياسة صحفيين علاش في الحبس السلطة التنفيذية تعمل اللي تحب شكون اللي يقفلها إسرائيل ما هو في الاخر في الاخر تتغربل 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 وتجي قدام القضاء قضاء إسرائيل هذا ما نطلبه من المحكمة إسرائيل بلغة القانون احنا إسرائيل طالبين رفع الظلم ظلم منين جاينا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قرار رفض ترشح المنوب صادر بناء على مقرر ترتيبي زاد شروطا لم يأتي بها المشرع يعني السلم التراتبي للقواعد القانونيه اليوم انتم حراس المعبد انتم حراس المعبد وانا على ثقه تامه من ان هذه المحكمه لن تفوت هذه الفرصه التاريخيه على خاطر تطيح كل الاوتاد الا وتد العدل اذا كان ما طاحش ما تخافش على البلاد كل المؤسسات نجم تطيح وتتحل وتتبلبس الا وتد الوتد الذي يشد خيمه العدل هو القضاء الإداري عندي أنا نرى أن حامي الحقوق والحريات الطبيعي مش كل القاضي هو القاضي الإداري القاضي العدلي يحمي الحقوق والحريات أما نهي اعتداء زيد على عمر فاطمة على حليمة اعتداءات خواص فيما بينهم يتغلب يصدر حكمه بالقوة العامة أما اعتداء السلطة السلطة العامة بمقرراتها الترتيبية والفردية على حقوق الأفراد هو إزرائيس هو ذي أو هو ذو الوقع الشديد هذاك علاش أنتم دوركم أكبر من دور القضاء العادي المدني الجزائي التجاري أنتم حماة الحقوق والحريات